أسعد الله أوقاتكم. تضع الحرب العالمية الأولى أوزارها ونهايتها الحزينة والمأساوية، ومعها تعلو صرختين في الريف المغربي. ثورة عبد الكريم الخطابي وهي تستعد لإعلان مشروعها التحرري ومعاركها الطاحنة والضارية، وفي قلبها سيولد طفل اسمه حد أقشيش. هذا الطفل الذي سيلعب أدوارا كبيرة في المغرب والجزائر وليبيا، انطلاقا من احتضانه من طرف زعيم ثورة الريف عبد الكريم الخطابي في مصر. حد أقشيش أكثر من رمز على محنة النضال بشمال الريف. حد أقشيش أكثر من علامة بارزة على الأهوال التي تلقاها الشاب على يد المستعمر الإسباني والخونة. حد أقشيش صوت الثورة التي خنقها الأندال والأرذال كما يقال في مهدها في فجر الغبن والمهانات. من يكون هذا الطفل الذي تحول من راع إلى الأغنام، إلى مزعج كبير في الأربعينيات وفي الخمسينيات وفي السنة أولى استقلال؟ ما علاقة حد أقشيش بزعيم الريف عبد الكريم الخطابي؟ وما هي الأدوار التي لعبها حد أقشيش في ثورة الريف وفي انتفاضات السنة الأولى لاستقلال المغرب؟ ولماذا تشبث بحمل السلاح وآمن بأن البندقية هي الحل للكرامة في الوطن؟ وكيف كانت نهايته؟ أسئلة نطرحها لجمع شتات مرحلة وشتات رحلة شاب مفتون بثورة الريف، عاش على أمل أن تتجدد في القلوب كما في النفوس قبل أن يتغتالها يد الغدر كما اغتالت صرختها الأولى. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا لمعرفة تفاصيل تمرد حد أقشيش. ولد حد أقشيش من أيام سنة 1918 في دوار أيت القاضي بتماسينت فخذة إمرابطن التابعة لقبيلة وياغل. بعد سنوات قليلة سيتعلم الطفل حكاية انتصارات زعيم ثورة الريف عبد الكريم الخطابي ويرددها. وبمجرد ما تمكن من القراءة والكتابة وحفظ ما تيسر من القرآن، سحبه والده ووفر له قطيعا من الأغنام. ذات يوم كان الفقيه سحمو صدف الطفل وهو يرعى الأغنام، فسأله ماذا تفعل؟ فأجاب الطفل والذي كان يرغب في استكمال دراسته وطلب العودة إلى المدرسة أن يتوسط الفقيه عند أبيه، وسمح له الأب بعد هذا التوسط في استكمال الدراسة. جاب حد أقشيش المنطقة طولا وعرضا من الحسيمة حتى الشاون، يتردد على مراكز العلم والفقهاء لأخذ علوم اللغة والدين والحساب على أيديهم، إلى أن توجه إلى تطوان لاستكمال دراسته في أحد المعاهد هناك نزيلا في داخليتها. عرف في هذه المرحلة المنطقة وتضاريسها الصعبة وأسواقها ومداشرها وأناسها وكذلك عقلياتهم. كان حد أقشيش يتميز بخفة الدم وذكاء حاد وقوة بدنية وجسدية جيدة وحبا للمغامرة وقصصا يرويها عن
أبطال الريف. في معهد تطوان بدأ في تنظيم أشكال احتجاجية تتعلق بالمحنة وبظروف الدراسة في المعهد، وهو ما عرضه ليكون نزيلا معروفا عند السلطات الإسبانية، وهو الذي تزعم احتجاجا طلابيا داخل المعهد ظلت منقوشة يعني في ذاكرة الطلبة، بحيث استطاع أن ينتزع إليهم خبزة إضافية سماها الطلبة خبزة حدو، حتى بعد طرده من المعهد ظلت منقوشة في ذاكرتهم. بعد التحاقه بفاس في محاولة لاستكمال الدراسة سيطرد للمرة الثانية نتيجة أفعاله الاحتجاجية، وسيعود إلى تطوان. سيعمل هذه المرة على تحريض المواطنين مباشرة ضد الاستعمار الإسباني، وسيحكم عليه بثلاثة أشهر وفرض الإقامة الجبرية عليه في قريته بتمسينت. لكن حكاية شاب حدو أقشيش لم تنتهي فقط هنا، هذه فقط مجرد تسخينات أولية لرحلة طويلة في عالم النضال. ابقوا معنا. بعد فرض الإقامة الإجبارية عليه في قريته واشتغاله مع أبيه في التجارة، سيقرر حدو أقشيش مع صديقه محمد نعمة السفر إلى مصر سرا دون إخبار أحد. وهكذا تسلل ليلا لملاقاة عبد الكريم الخطابي بالذهاب إليه في أواخر سنة 1946. بعد شهرين ستحمل الأخبار أن حدو أقشيش ورفيقه محمد نعمة في القاهرة. استقبلهما عبد الكريم الخطابي بحفاوة، وعلم أن أحد أفراد عائلة محمد نعمة قد تم اعتقالهم، لذلك أمره بالعودة إلى الديار وأمن له باخرة قادمة مصر. عمل عبد الكريم الخطابي الشاب حدو أقشيش كواحد من أفراد أسرته، يدرس مع أبنائه ويأكل من طعامهم وينام معه، وكان زعيم الريف يضعه في يمينه في كل اجتماعاته مع الوفود والشخصيات وكل البعثات التي يلتقيها، مما كون لدى محمد حدو أقشيش وعيا سياسيا كبيرا ورؤية من الداخل لعوالم السياسة. وبعد مكوته سنتين في منزل الزعيم بالقاهرة ومتابعة دراسته في جامعة الأزهر، سيقترح عليه الزعيم إرساله إلى العراق ضمن وفد لتلقي التدريبات والتكوين العسكري في الكلية العسكرية ببغداد على أساس تكوين الخلايا السرية من أجل تكوين جيش التحرير. بعد ثلاث سنوات وبالضبط سنة 1951 سيتخرج حدو أقشيش من الكلية الحربية برتبة ملازم ثاني، وستكون أولى مهامه بتكليف من عبد الكريم الخطابي هي الإشراع في تموين وتدريب المقاتلين الجزائريين والليبيين، حيث تذكر المصادر أنه أشرف على عدد كبير من المقاومين بالجزائر، ويقال أنه أول من أطلق رصاصة المقاومة الجزائرية من جبال الأوراس. سينتقل حدو أقشيش إلى المغرب وبالضبط إلى الريف، وبتنسيق مع المقاومين بتطوان لتشكيل خلايا جيش التحرير، لكن السلطات الإسبانية ستلقي القبض عليه وستحكم عليه ثلاثة أشهر مجددا. وبعد الإفراج عنه قصد مدينة الحسيمة وقريته، وكان يقيم تجمعات خطابية رافضا بشكل مطلق اتفاقية إكسليمان. وفي شهر ماي 1956 أقام تجمعا خطابيا وكان يردد: هذا استقلال شكلي، الاستقلال الحقيقي لا يأتي سوى من فوهة البندقية، ولا استقلال بدون
بندقية. هذا هو الطريق الذي سلكه حد أقشيش، ولكن النهاية لن تكون كالبداية. بعد أيام قليلة من أواخر شهر ماي 1956، وبالضبط يوم السبت في أواخر نفس الشهر شهر ماي، وكان الزمن زمن الحصاد، سيهاجم كوموندو مسلح منزل حد أقشيش في فترة ما بين المغرب والعشاء. وكان حد متواجدا في المنزل، فعيون المخبرين قد راقبته بشدة. دقة عنيفة تقرع على الباب. خرج أخوه الصغير مسعود أقشيش لتفقد الأمر، فوجد فرقة وجنودا مدججين بالأسلحة يسألون عن حده. استشعر حده مصيره، وكان يعلم علم اليقين أنه المصير المحتوم. حاول المقاومة وهو يحمل مسدسه، ولكن أباه حمله على الاستسلام لتجنب العائلة كارثة حقيقية. خطب والدته قائلة: لقد وقعنا في أيدي الأرادل يا أمي، لكن إن مت سأموت شجاعا، وإن حييت فسأحيا كذلك. كانت تلك آخر الكلمات قبل أن يقتحم الكوموندو المنزل ويضع كيسا على رأسه، ومضوا به في الطريق يحرسونه ببنادقهم. البعض يقول لقد تم نقله إلى معتقل دار البريشة بتطوان. حتى في تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة لم ترد أي إشارة عن اختطافه. تعرض والده الذي يفوق 60 في انتفاضة 1958-1959، وتم الحكم عليه بالإعدام إلى أن صدر العفو في حقه بعد 4 سنوات من السجن. تلكم قصة عائلة حد أقشيش، وتلكم كانت بعض من سيرة الشاب حد أقشيش، أحد زنابق الثورة التي تفتحت بين حقول الريف ومغارسها، وأينعت في حضن عبد الكريم الخطابي في مصر، وشاء لها أن تقطف على أيدي الأرذال والأندال والخونة. نأتي على نهاية حلقتنا. كل المنى، الشكر لتفاعلكم واقتراحاتكم ودعمكم المستمر للقناة. إلى لقاءات متجددة بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.